الأستاذ أشرف جبر أحد صناع الذهب المشاركين في المعرض. حضرتك إزاي بدأت من صناعة الشمع والفضة لحد دلوقتي؟ إزاي بدأت؟ هو أساساً والدي والعيلة كلها عمامي وخلاني في نفس المجال، مجال الصياغة، وأنا أساساً كنت حابب المجال ده. فأساساً من زمان، يعني من حوالي، أنا بقالي 38 سنة في المجال ده، قاعد مع جماعة كنت أرمن من أرمينيا اللي أساساً اللي هم معلمين الصنعة. ووصل سن 17 سنة كنت موديلست، كنت بعمل موديلات لمصنع كبير في السوق. أساساً كان الأول الموديل بيتعمل يدوي، كنت أنا بحب أعمل أرسم، يعني أي فكرة تيجي في دماغي أخد مثلاً شكل من كتالوج أو حاجة وأبدأ اللي أنا أرسمه يدوي. كان الأول ما فيش بقى اللي هو الكمبيوتر ولا 3D والكلام ده كله، ما كانش لسه كل ده بدأ. فكنت أرسم الموديل يدوي وأصممه على المعدن على طول، كنت بعمل موديلات على ذهب على طول، سواء مثلا خاتم أو إسويرة أو كولي أو شرابة أو غويشة، أي موديل بقى كنت بعمله على المعدن على طول. وبعد كده تعمل له اللي هي الكاوتشة اللي هو القالب بتاعه، وبعد كده يتحقن منه اللي هو الشمع. وبعد كده مثلا عايزة أنت أي كمية، مثلا عايزة كيلو، عايزة 2 كيلو، بيبدأ شوف مثلا وزن الخاتم قد إيه، وبنطلع منه الأعداد اللي احنا عايزينها. وبيبدأ إن هو بقى فيه عبارة عن سلندر بيتشجر فيه اللي هي الخواتم، بعد ما بتعمل له اللي هي الكاوتشه بيطلع اللي هو الشمع يتشجر في سلندر، وبعد كده بيخش اللي هي بيتصب جبس، وبعد كده بيتسحب فاكيوم، بيسحب الفاكيوم ده وظيفته ان هو يسحب الهواء من الجبس، وبعد كده يخش على فرنه بتبقى على درجه حراره 350، يسحب منه يسيح اللي هو الشمع، فالشمع بيطبع في الجبس. بعد كده يخش فرن تاني على درجه حراره 850، بيكون السلندر اتحمص قوي. بعد كده بيخش على حاجه اسمها زنبلك، وبعد كده بيتحط الذهب، بيشوف مثلا وزن السلندر قد ايه اللي هو وزن الشمع، بيتدرب مثلا لو 21 الشمع بندربه في 14. استاذ اشرف، حضرتك ما خفتش من المشاركه في المعرض في اولى دوره انك تخسر فلوس وتدفع يعني؟ لا لا لا، ده كنت انا يعني حابب ان انا اجي وكده، على اساس ان انا كان يعني حاجه بتشرف بيها ان انا مثلا اعرض من بعض حاجات من اللي انا عاملها وكده يعني. كنت انا حابب الموضوع ده جدا قوي. وفي وقتنا هذا دلوقتي انا بعمل موديلات بالنسبه للسوق كله، الحمد لله. كنت في فتره من الاوقات كان اللي هي المصانع الكبيره كلها ليها اساميها في السوق كانت بتيجي تاخد من عندي الموديل. كان عندي بعمل موديل بالنسبه اللي هو الخاتم الشعبي اللي هي الاسوره التركيب، شرابه، اطقم، اساور، اي حاجه بالنسبه لمجال الصياغه كلها الحمد لله كان يعني موجوده عندي. اللي احنا بدل ما نجيب بقى شغل بقى من بره وكده، من تركيا والحاجات دي ومن ايطاليا، يبقى الحاجات دي كلها موجوده عندنا هنا في مصر. والحمد لله وصلنا لمرحله كويسه جدا قوي بالنسبه للي هي الموديلات، بين الحمد لله يعني بنوازي اللي هو الشغل اللي هو بيجي من تركيا وايطاليا، يعني عندنا فينش عالي قوي. يعني في كمان شركات معروفه بسم الله ما شاء الله، زي شركه مستر جولد، المنتج بتاعها عالي جدا او شغل قيم، وشركه لازورد وايجيبت جولد، شركات معروفه وليها اساميها. فالحمد لله في تطور في مجال الصناعه في مصر جامد قوي، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله يا فندم.